دجال عاشر 159 سيدة، ولولا انه اتقبض عليه اعتقد كان كمل، وده طبعا بعد ما اوهمهم انه هيعالجهم وهيخلصهم من المشاكل اللي بيعانوا منها ومبوظ عليهم حياتهم، ووعد كل واحدة فيهم انه هيشوف لها حل لمشكلتها، منهم اللي عندها عقم ومش هتقدر تخلف هيعالجها وهتخلف، واللي جوزها بيخونها هيخليه خاتم في صباعها ومش هيشوف ست غيرها، حتى اللي عايزة تأذي جيرانها بمساعدته هيخلي حياة جيرانها جحيم ويحقق لها اللي بتتمناه. وحكايتنا التانية هتكون عن دجالة ادعت انها تقدر تعالج الناس من اي مرض استعصى على الطب وملوش علاج، هي بقى بقدرتها وبقدرة الجن اللي معاها بتعالج كل الناس اللي بتجيلها وبقى عندها زباين بالألوفات. تعالوا نعرف مع بعض حكاية أشهر دجالين مصر وعملوا إيه بالظبط وإزاي. حابة أفكركم لو أنت لسه مشتركتش في القناة انزل اشترك بسرعة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نبدأ على طول. الحكاية بدأت في محافظة الأسكندرية لما سيدة أرملة عندها 44 سنة اتوجهت لقسم الشرطة عشان تبلغ عن دجال نصب عليها في مبلغ من المال كبير. مش بس كده لأ، وكمان اعتدى عليها جنسيا، وده طبعا بعد ما راحت له عشان يعالجها من حالة المس اللي عندها، وطبعا كانت سمع عنه كويس وعن قدراته وكراماته وان الناس بتتهافت بس على زيارته وانهم يقدروا يروحوا له عشان يعالجهم ويحقق لهم المراد. وبتكمل الست حديثها وبتقول انا سمعت عنه كتير قوي وعن قد ايه هو شاطر في مجاله، وكان وقتها واخد ضجة كبيرة في البلد، زباينه حتى مش مجرد ناس بسيطة، لا ده كمان بيجيله لاعبين كرة مشهورين جدا وفنانين. وانا كان بقالي فتره كبيره بعاني من حاجات غريبه بتحصل لي وبتحصل في بيتي ومش لاقيه لها حل، فكذا حد نصحني اني اروح له يمكن يلاقي حل لمشكلتي. فبالفعل اخدت الخطوه وقررت اروح، وقد كان رحت له وبدات احكي عن اللي بيحصل معايا واللي بيحصل في بيتي. قعد يقنعني انه سحر سفلي وان حد بيكرهني عملهولي واني لازم ادفع له مبلغ معين من المال عشان يعالجني. مشيت ورجعت له بعد كام يوم بالفلوس وقدم لي كوباية عصير، ومن اول ما شربتها ما حسيتش بنفسي وبقيت دايخة مش قادرة اسلك طولي، وقعت فقدت الوعي. واول ما فوق قعد يقنعني ان انا كده خفيت وانه قدر يفك السحر اللي معمولي عشان كده انا فقدت الوعي. المهم اني من غير ما افكر صدقته وروحت البيت، وانا بغير هدومي اكتشفت ان هدومي الداخلية اللي انا لابسها مش موجودة، ومع وجود بعض العلامات عرفت انه اعتدى عليا، فجريت على الاسم عشان ابلغ عن اللي حصل معايا. بعد الشرطه ما جالها البلاغ توجهوا فعلا للمكان اللي ساكن فيه الدجال، واللي كان تحديدا في منطقه العمريه، لقوه فعلا واخد شقه وعاملها مكان لاستقبال زباين وفي نفس الوقت سكن لي. وبعد التفتيش لقوا 9 عقود جواز عرفي، واحد منهم لممثله مشهوره. تم القبض على الدجال، وأثناء التحقيقات اكتشفوا كوارث أكتر. بدأ يحكي الدجال ويقول أنا كنت بشتغل في وظيفة كويسة، كنت وصلت المدير في إحدى الجهات الحكومية، بس كان المرتب على القد وما كانش حيلتي أي حاجة، حتى البنت اللي كنت بحبها ما قدرتش أتجوزها، ما أنا هجيب منين بيت وغيره، وأنا أصلا يا دوبك باكل بالعافية. كان عندي واحد صاحبي شغال هو كمان في السحر وكان له زبونه، وبعد ما كان زي حالاتي ومش لاقي ياكل القرش جرى في ايده وبقى معلي يكفيه وزياده، فرحت له وطلبت منه انه يعلمني الشغلانه، وفعلا بدا يعلمني وانا كنت نبيه وفهمت الموضوع على طول وبدات الشغل. ومع الوقت بدا يبقى لي زبون والفلوس تعرف طريق جيبي. بعدها اشتريت الشقه اللي قبضته عليا فيها وبقى زبايني بيجولي فيها، ومش بس كده بدات اروح للناس الاغنياء بيوتهم وعالجهم فيه، وطبعا بسعر اعلى مش رايح لهم مخصوص. ومن هنا الدنيا لعبت معايا وقررت اسيب الشغل اللي مش جايب همه واتفرغ بقى للسحر والدجل. ومش كل الستات اللي اعتديت عليها كان بالغصب، في منهم كان بمزاجهم المفروض بقى هم كمان يتحاسبوا زي شمعنا انا. وبدا يحكي ويقول اول ست اعتديت عليها جنسيا كانت ست غنيه شويتين وكانت عقيمه وما بتخلفش، وما سمعت عني طلبتني اني ازورها في بيتها وحددت معايا ميعاد هيكون جوزها مسافر فيه
عشان جوزها رافض فكرة إن يكون حد عامل لهم سحر ومش بيصدق في الكلام ده. بالفعل رحت بيتها وجوزها كان مسافر، ولقيتها بتفتح لي الباب وهي لابسة أصلاً قميص نوم وفقيره. الست كانت قمة في الأنوثة والجمال، وأنا بعاني من الحرمان وسني عدى 37 وما اتجوزتش. افتكرت أن معايا في جيبي حباية منوم، طلبت منها إنها تجيب كوباية عصير ليمون عشان طعم الحباية ما يبانش فيه، وطحنت الحباية وحطيتها في العصير من غير ما تاخد بالها، وفهمتها إنها لازم تشرب العصير كله بعد ما قعدت أقرأ عليه وعمل شوية حاجات كده عشان قال إيه يعني، ده طقس من طقوس العلاج. وهي صدقت وشرب ومفيش دقايق وقعت على الكرسي ونامت، وشلتها حطيتها على السرير وفضلت اعتدي عليها لمدة 4 ساعات ومشيت أصلا وهي نايمة. وتاني يوم لقيتها بتتصل بي بتطلب إني أجيلها البيت تاني. بصراحة خفت واعتقدت إنها أكيد عرفت اللي حصل وعايزة طبعا تنتقم مني، فقلت لها لا أنا هقابلك في كافيتيريا على البحر. وبالفعل رحت، ولما قابلتها قالت لي أنا عارفة اللي أنت عملته واتبسطت وعايزة نتقابل تاني. ومن يومها اتعددت مقابلتنا لدرجة إن إحنا كتبنا ورقتين عرفي، وهي أساسا كانت متجوزة بس جوزها كان بيسافر كتير، وكنا بنتقابل دايما في شقتها. ولما جوزها جه بقينا نتقابل في شقتي لحد ما الست حملت وأمنيتها اتحققت. ومرة تانية جات لي شابة بتقولي أنا عايزة أتجوز زميلي في الجامعة وأهلي وأهله رافضين وأنا بحبه وعايزاه. قعدت أقنعها إن علاجها عندي وإنها لازم تبقى تحت طوعي عشان أعمل لها اللي هي عاوزاه، وبالفعل وافقت وقضيت معاها ليلة ولا ألف ليلة وليلة. ودي كانت المرة الوحيدة اللي ما استخدمتش فيها الحباية المخدرة، وكتبت ورقتين عرفي وكمان مضيتها على إقرار إنها في كامل وعيها وإنها موافقة بالجوازة دي. وفضلنا على الحال ده كتير جدا. ومرة تانية جات لي واحدة كانت مرات رجل أعمال مشهور وبتشتكي وتقولي إن جوزها بقاله فترة كبيرة مش قادر يعاشرها وإنه بينفر منها. فضلت وراها لحد ما أوهمتها إن عليها جن ساكن في الرحم ومش هينصرف إلا لما ساحر زي يعاشرها. الست سمعت الكلام من هنا وخدت بعضها ومشت، ومفيش يومين لقيتها بتتصل بيا عايزاني أروح لها البيت وإنها وافقت بطلبي، خصوصاً إنه جوزها مش موجود ومسافر دولة أوروبية. وقضينا أحلى ساعتين على سرير رجل الأعمال، وبعدها قلت لها أنت كده خفيتي بنسبة 50%، لكن الموضوع هيحتاج لجلسة كمان. وفي الجلسة التانية أخدت منها 20,000 جنيه. وبعد أسبوع لقيتها بتتصل تهددني وبتقولي أنت نصاب، مفيش أي حاجة اتغيرت، أنا هبلغ جوزي وكمان هبلغ البوليس. وبعدها اختفت وما اتصلتش تاني. وفي مرة كمان جات لي أرملة كانت جميلة جدا وكان عندها وسواس إن حد عمل لها سحر وعايز يأذيها. فضلت أسمعها للنهاية وقعدت أولع في البخور وتمتم شوية كلام كده في الهجس، وبعدين قلت لها إن فعلا ضرتك عاملة لك سحر سفلي وبسبب السحر ده حياتك مقلوبة وبايظة، وطلبت منها 2,000 جنيه جابتهم لي. وقدمت لها العصير وأوهمتها إنه نوع من الأعشاب عشان يساعدها في العلاج، ونامت وعملت اللي أنا عايزه. ولما اكتشفت بلغت الشرطة إن اعتديت عليها. بيقول في الكام سنة دول جمعت أكتر من 2,000,000 جنيه، وبقى أغلب زبايني رجال أعمال وفنانين ولاعبين كرة مشهورين، وعديت بقى خط الفقر لحد ما البلاغات زادت واتقبض علي وتم الحكم عليه بالأشغال الشقة المؤبدة. وفي التسعينات وتحديدا سنة 1999 اتشهرت الشيخة نادية زي ما كانوا ملقبينها، اسمها نادية محمد معوض، عايشة في منطقة أبيس في اسكندرية، متزوجة وعندها طفل، وعايشة في بيت مع والدتها واخواتها الاثنين، واحد منهم كان دكتور وكان شغال مدير أعمالها، كانت أشهر دجالة في اسكندرية وقتها، وكانت معروفة بأنها بتعالج الناس من أي مرض ملوش علاج، وتحديدا اللي حالتهم ما يقوس منها والطب ما لقالهمش حل. عندك كبد بتعالج منه؟ البنت دي عندها نقص وعندها ثقب في القلب، عندها ضعف في المخ، عندها ضعف في خلايا المخ. ده هو عنده 3 سنين فما بيتحركش، رجليه وجعان، وسمعت انه هي يعني ربنا بيشفي، هي ربنا اللي بيشفي، وهي سمعنا سمعت فجين. وكمان كانت بتعالج الناس من السحر وتفك الاعمال ومن المس، وبتخرج الجن من عليهم. بس زباينها ما كانوش بقى مجرد ناس بسيطة ولا ناس غنية، زباينها كانوا أكثرهم من الطبقة المتعلمة
اللي في منها دكتور ومهندس وظابط. المختلف بقى كمان ما كانتش بتعالج كل حالة لوحدها، لأ دي كانت بتجمع كده كل الحالات وبتعالجهم في يوم واحد في الأسبوع، وكانت عاملة خيمة كبيرة في ساحة قدام بيتها وبتجمع كل الحالات اللي جاية لها فيها، وكانوا بيبقوا بالألوفات حرفيا، وبتبقى محوطهم بالسماعات وهي بتبقى واقفة قدام بيتها وتقرأ بعض الآيات القرآنية في الميكروفون وتقول شوية كلام، وبعدها بتبدأ الحالات اللي عندها مس أو سحر تصرخ ويقعوا في الأرض ويجي لهم زي حالة تشنجات. وهنا بقى بيجي دور رجالة الشيخة نادية واللي منهم أخوها، وكانوا بيمسكوا الحالات اللي بتصرخ ويفضلوا يضربوا فيهم ويجيبوهم عند الشيخة نادية، وهي بدورها بتعمل بقى حاجة غريبة قوي، كانت بتحط صباعها على بقهم وتردد بعض الجمل، وهنا كان الجن اللي بيساعدها بيحضر، وبعدها بتحط إيديها على دماغهم وتبدأ تقرأ بعض الآيات القرآنية، وبعدها الحالة بتبدأ تهدى، وهنا بتعلن الشيخة نادية أن الجن اللي عليهم خرج، وبكده بتكون الحالة تعالجت. ومن الحاجات الغريبة برضو اللي كانت بتحصل أن في بعض الناس اللي بتقع وبتصرخ كانت الشيخة نادية بتأمر أخوها يجيبهم عندها وتطلب منه أنه يضربهم في مكان معين في جسمهم، وعلى كلامها أن المكان ده هو المكان اللي ساكن فيه الجن في جسم الشخص، وأنه يفضل يضرب في نفس المكان لحد ما المكان ده يجيب دم، وبعدها تستكمل الخطوات وتبدأ تعلن أن الحالة خفت وتعالجت. مثلا كان في منهم ست لما سمعت الشيخة نادية بتقرأ القرآن في الميكروفون بدأت تصرخ وتصوت ويجي لها تشنجات، أمرت الشيخة نادية أخوها أنه يضربها في مكان معين وقالت ان ده مكان الجن اللي عليها، وامرته انه يفضل يضرب في نفس المكان ده، والست ما كانتش مبطله صوت لحد ما الجزء ده خرج منه دم، وبعدها كملت خطواتها والست فعلا هدت وبطلت صراخ. بعدها الشيخه ناديه طلعت قالت ان الجن اللي على الست دي خرج من جسمها، وبيحكي عنها دكتور جامعي اسمه محمد ابو المعاطي حسني عايش طول عمره في استراليا، اتفاجئ بتليفون من بلدهم بيقول له تعال انزل مصر اخوك تعبان وخلاص بيموت. اخوه الكبير كان عنده سرطان في القولون وفي مرحله متاخره جدا، ووصل ان العلاج خلاص بقى مش نافع ولا له لازمه وما بقاش فيه امل في العلاج، وعملوا 3 مرات لاشاعات وتحاليل في اماكن مختلفه عشان يتاكدوا انه وصل فعلا لمرحله متاخره، وفشلت المستشفيات كلها في اجراء اي عمليه استئصال نظرا لحالته الصحيه وانه عنده مشاكل كبيره في القلب والكبد. بيقول نزلت مصر فعلا وكانت حاله اخويا سيئه للغايه، كان الموضوع مساله وقت مش اكتر، سمعت من اخواتي عن الشيخه ناديه وقالوا لي ما تيجي نروح، بصراحة رفضت في الأول وقلت ودي هتعمل لنا إيه يعني. المهم بعد إصرار من إخواتي قررت أروح معاهم، وأخدنا أخونا وروحنا وما سألتناش عن أي حاجة، لا اسم مريض ولا حتى طلبت فلوس أو هدايا، وما خدتش مننا حاجة، عملت الحاجات اللي بتعملها. بس المفاجأة بقى إن أخويا خف بجد، وعندي استعداد أخويا يقضى للكشف الطبي في أي حتة عشان تتأكدوا من صحته وسلامته البدنية. وبعدها من كتر الشهرة اللي كانت فيها الشرطة بدأت تسمع عنها وتم القبض عليها بتهمة الدجل، واتحكم عليها ب3 سنين سجن وغرامة 500 جنيه بس كده. دي كانت حكايتنا النهاردة، لو الحلقة عجبتك ادعمني واعمل لايك وشير الفيديو لأصحابك، واستنونا في حكاية جديدة من حكايات نص الليل. كانت معاكم تيا، أشكركم على المتابعة ودمتم بخير.